النهارده يا بنات هنعمل بقى طبق كبده كده للسحور بتتبيله جميله جدا. يلا بينا نسمع الفيديو ونشوف عملناه ازاي. هنسمي الله كده يا بنات. اول حاجه كده عملناها للسحور هنعمل بقى طبق الكبده كده بطريقه خفيفه وبسيطه، وكمان ما شاء الله جميله جدا هتعجبكم باذن الله. معانا بقى اللي ايه التتبيله، معانا بقى ايه تشكيله بهارات كده، نص معلقه كتم بودره ونص معلقة بصل بودرة، وكمان كمون وكاري وكركم، كل حاجة نص معلقة كده، يعني كل من البهارات اللي هي عندك تضيفي منها نص معلقة. بعد كده بقى طبعا الكبدة قطعتها مكعبات صغيرة، وكمان اديت لها بس شطفة بسيطة كده تحت المية، وحطيتها كمان في بولة فاضية، وهنضيف لها بقى البهارات دي كده يا بنات، وهنسيبها لمدة نص ساعة في التتبيله دي. وبعد النص ساعه يلا بينا نشوف هنعمل فيها ايه تاني. بس طبعا هنقلبها كويس في التتبيله عشان تشرب كده الكبده معانا، تشرب من كل التتبيله كده. هي طريقه خفيفه وبسيطه وجميله جدا باذن الله هتعجبكم. بعد كده بقى هنعمل ايه تاني يا بنات، يا ترى هنعمل فيها ايه تاني؟ بعد ما عدى بقى نص ساعة عليا يا بنات جبت بطين ضربتهم يعني برشة فلفل أسمر، وكمان معانا بقسماط ومعانا دقيق تبلته كده بفلفل أسمر وكمون ومعلقة كركم ورشة من الملح. وهنبدأ بقى نعمل ايه الكبدة بتاعتنا. هناخد بقى الكبدة نحطها في البيض، وهنحطها بقى في البقسماط وفي الدقيق، وبعد كده بقى ايه كمان هنقلها في الزيت. اه يا بنات بعد كده هنحطها كده في البيض، هنحط بقى كمية كده في البيض، وبعد كده نحطها في البقسماط ونحطها في الدقيق. جميلة كانت بصراحة يا بنات، كانت تحفة. هنطلع من البيض نحط في الدقيق، وبعد الدقيق البقسماط. طرا سهل خالص وما شاء الله جميلة جدا بجد يا بنات، كانت جميلة وكانت ريحتها روعة. طبعا كمان لسه بقى الفيديو مش هيخلص على كده، لسه بقى نشوف بقى نجهز كمان فطار. دي بقى كان دي سحور، وهنجهز بقى فطار تاني يوم. اتمنى بقى ان الفيديو النهاردة يعجبكم وتسمعوا للاخر كده. واهم حاجة يا بنات ما تنسوش اللايك، ولو اول مره تتفرجوا عليه ما تنسوش الاشتراك علشان القناه تكبر بيكم. بعد كده بقى ما عملت الكميه كلها في البيض وفي البقسماط وفي الدقيق، قليتها في الزيت يا بنات على نار هاديه لما استوت معانا خالص، ودي كانت بقى الشكل النهائي. دي بقى كان تاني يوم يا بنات. بس قبل ما نبدا بقى نسمى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ايه عملنا ايه؟ كان كنت جايبه كرومبه من السوق، سلقتها وقطعتها كده، وكمان بعد ما خلصت بقى حشيه عملنا بقى صينيه مكرونه بالفراخ. ان شاء الله كده باذن الله هنزل لكم الطريقه بتاعتها. ممكن انزل لكم الفيديو الاول، او ممكن انزل لكم برده المكرونه هي الاول حسب التسهيل. بعد كده كمان سلقنا لحمه حمراء، كنت عملت معاكم بقى المحشي كتير وسلق اللحمة كتير، حبيت يعني ان انا يعني اختصر معاكم في الموضوع عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم قوي وتزهقوا. عملنا بقى المكرونة كده يا بنات بالفراخ، ودي بقى كان الشكل النهائي بعد ما حطيتها في الفرن. ما شاء الله كانت جميلة جدا وكلها شرب بشاميل كده، بصراحة كانت تحفة. ودي بقى صينية اللحمة بعد ما حطيتها في الفرن، دهنت وشها كاتشب. كانت جميلة جدا كده بالكاتشب الحار، وحطيتها في الفرن لما خدت اللون كده معانا. ودي بقى كان المحشي، كان فلفل وجميل جدا يا بنات. ودي كان بقى عملت معاكم كبدة للسحور، ودي كان فطارنا. اتمنى بقى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وتشجعونا كده بالله عليكم باللايكات عشان نفضل مستمرين معاكم. ودي كان الفطار يا بنات. ومش عارفة بقى اقول لكم ايه بصراحة، واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسيت اقول لكم بقى المكرونه البشاميل كانت سايحه كده بصراحه وكانت جميله جدا. دي كانت لسه يابانه، كانت سخنه وقطعتها لكم كده سخنه، بس كنا بقى في وقت الفطار وكانت جميله جدا. بقى الف هنا اللي شاف واللي كان